هدوء غير معتاد في قاعات تحرير الجرائد التونسية. لم يستمر الصحفيون في هذا اليوم في بحثهم عن الخبر، بل صاروا هم الخبر. قطعوا العمل بعد دعوة نقابة الصحفيين التونسية إلى إضراب عام، احتجاجا على ما يسمونه التضييق عليهم، على الرغم مما يردده كثيرون من تمتعهم بهامش حرية كبير. مناخ الحرية، نعم هناك مناخ الحرية في تونس، لكن هذا ليس بفضل الحكومة، هذا بفضل الثورة. الثورة أهدت الصحفيين حريتهم، لكن الحكومة تريد أن تفتك تلك الحرية من خلال التضييق ومن خلال السجن، والصحفيون يريدون الإبقاء على هامش الحرية الذي أهدتهم إياه هذه الثورة. رئاسة الجمهورية وحركة النهضة أكدا في بيانين منفصلين على احترام حرية التعبير. الرئاسة شددت في بيانها على ألا أحد فوق القانون، أما الحكومة فترى أن هذا نزاع بين القضاء والصحافة ولا دخل لها في هذا الشأن. الإشكالية بين إعلامي والسلطة القضائية، ونحن في السلطة التنفيذية بمنأى تماما عن هذا الأمر، وهي رسالة موجهة إلى الطرف الخاطئ، هذا أولا. ثانيا، نأسف عن هذا الإضراب وكنا نود ألا يحصل، لأن الإشكالية قضائية أولا وتشريعية، وتونس في المرحلة الانتقالية محتاجة إلى تجديد كل تشريعاتها وكل ترسانتها القانونية التي لا يمكن أن تتم في ظرف سنة أو سنتين. ويعد هذا الإضراب الثاني في أقل من عام بعد أن خاضت النقابة في أكتوبر من السنة الماضية إضرابا عاما احتجاجا على ما سمته محاولات تدجين الصحافة، فيما لا يخفي كثير من أنصار حركة النهضة المتزعمة للحكومة توجسهم من عدد من المنابر التي يعتبرون أنها معادية لهم. غدا لن تكون هناك جرائد تونسية في هذه الأكشاك، لكنها ستعاود الصدور بعد ذلك. لكن أزمة انعدام الثقة بين الحكومة والصحافة مستمرة ولو بعد حين، مما يضفي مزيدا من التعقيد على الأزمة التي تعاني منها البلاد. يوسف إتياس، سكاي نيوز عربية، تونس.